بسمع أحيانا عن ناس بيقولوا إنهم بيشوفوا عفاريت أو بيسمعوا أصوات أو بيشموا روايح أو بيحسوا حاجات ماشية على جسمهم، وساعات بنسمع أطباء بيشخصوا ناس بأنهم عندهم كهرباء زيادة في المخ. يعني إيه الموضوع ده؟ أنا عاوز أكلمكم في الفيديو ده عن مرض الصرع. لو فهمنا مرض الصرع هيفهمنا حاجات كتير بتحصل لناس كتير حوالينا ويمكن مع نفسنا. مرض الصرع هو زيادة في كهرباء المخ. يعني ايه الموضوع ده؟ علشان نفهم موضوع الصرع لازم نفهم شوية تشريح ووظائف لأنسجة المخ. المخ لو تشوفوا معايا الجمجمة دي بيتكون من نصين، نص يمين ونص شمال. فأنا هاخد واحد من نصفي المخ وأوريه لكم كده، يعني المخ والمخيخ والنخاع المستطيل، أجزاء من الجهاز العصبي المركزي. المنطقة اللي أنا عاوز أتكلم عنها في السياق ده هي المنطقة دي من المخ. هنبص عليها كأننا بنبص بالمايكروسكوب على الأجزاء دي منها. الوحدة الواحدة منها هي الخلية العصبية، يعني أصغر وحدة من المخ اسمها الخلية العصبية. الخلية العصبية بتتكون من الأجزاء اللي هقولها دي، بتتكون من جسم يشبه الشجرة شوية وساق كده. الساق ده بنسميه المحور، والمحور ده متغطي بغطاء كأنه غطاء بلاستيك حواليه، بيتكون من دهون الحقيقة. والنهايات بتاعت الخلية العصبية لها كده فروع زي الشجرة من الناحيتين، بنقول عليها تفرعات شجرية. يبقى الجسم حواليه تفرعات شجرية زي ما يكون شعر، وبعدين الساق ده اسمه المحور وفي نهايته أيضا نهايات كده متفرعة. حوالين المحور في مادة دهنية بتحيطه كده. بشبه الخلية العصبية بجهاز كهرباء. ليه؟ لأنها بتشتغل بالكهرباء، يعني وظيفتها أنها بتنقل المؤثرات الحسية من خلالها عن طريق الكهرباء. فأنا بشبهها بأنها الجهاز ده هو كأنه بيولد كهرباء، والكهرباء بتمشي جواه تدخل في الجهاز اللي بعده، والكهرباء تمشي جواه برضو، وهكذا لحد ما توصل مكانها. يبقى الجهاز العصبي مبدئيا بيشتغل بالكهرباء، والكهرباء بتمشي في اتجاه واحد فيه، يعني بتبدأ من جسم الخلية وتمشي كده في المحور على الخلية اللي بعدها على اللي بعدها وهكذا. المخ كمان بيشتغل بالكيمياء. بين الخلية والعصبية والتانية هتلاقي كيمياء، يعني تفاعل كيميائي حدث علشان الكهرباء تبتدي في الخلية اللي بعدها وهكذا. يبقى المخ محتاج حاجتين يشتغل بيهم، كهرباء وكيمياء. في حالة مرضى الصرع المشكلة في توليد الكهرباء وفي مكان انتشارها. تعالوا نشوف خريطة للمخ. في الخريطة دي احنا مقسمين المخ لمناطق لها وظائف، كل منطقة في المخ لها وظيفة. مثلا في منطقة بنشوف بيها، منطقة بنسمع بيها، منطقة بنحس بيها، منطقة مشاعرنا، منطقة لكلام وهكذا. المناطق دي كل واحدة لها وظيفة. بيحصل في بعض الناس انهم يصابوا بزيادة كهرباء نتيجة أسباب معينة هقولها بعدين، زيادة في كهربة المخ. وبعدين يحصل إيه بعد كده؟ بسبب كده إنه بدل ما خلية واحدة تبقى نشطة لنشاط معين يبقى 10 نشطة. وبعدين يحصل إيه بعد كده؟ لو أنا محتاجة خلية واحدة
في مثلا منطقة النظر عندي في المخ علشان أشوف حاجة، وبعدين زادت الكهرباء قوي في الخلايا دي، بقيت أنا شايفة الحاجة دي 10 أضعاف. يعني أحيانا ألاقي إنه بسبب زيادة كهرباء في المخ أنا شايفة حاجات كتير قوي مش موجودة. لو النوبة دي أو الكهرباء دي حصلت في منطقة السمع، بدل ما أسمع صوت حد بيكلمني أسمع مثلا صوت 100 شخص بيكلمني أو حد بيزعق لي وأصلا مفيش حد بيتكلم، ممكن يحصل إنه المشكلة تنتشر في المخ كله. لو انتشرت في المخ كله بيجيلي أعراض تانية غير إني أسمع وأشوف حاجات، هبتدي أنتفض وأغيب عن الوعي وتظهر صورة الصرع اللي احنا كلنا عارفينها. يبقى معنى كده إن الصرع ده نوع من زيادة كهرباء في المخ، وحسب ما فين المكان في المخ تحصل الأعراض. معنى كده إنه كل شخص مننا ممكن يحصل له نوع مختلف من الصرع. كلنا حصل لنا نوبة صرع قبل كده، لما العين ترف دي نوبة صرع بس خفيفة. طبعا في نوبات صرع ما بتعملش مشكلة، مثلا دراعي ينطفت شوية كده، أو صباعي أو رجلي أو عيني ترف. وفي نوبة صرع تخلي الواحد يقع من طوله مثلا، أو يفقد الوعي، أو يسمع أصوات غريبة لدرجة يتخض قوي ويبقى بيتصرف تصرفات مش طبيعية. فحسب نوبة الصرع احنا بنتكلم عن مدى خطورة المرض على العيان. في الحلقة الجاية هشرح لكم أنواع نوبات الصرع بناء على المعلومات دي. تمنياتي لكم بكل الصحة.